تويز سيتي. النهارده معانا كرتونه كامله زي احنا ما شايفين كده، تويز سيتي بزياده ابو 10 جنيه. احب اشكر توتا واحب اشكر محمد شاكر ان هما بيعملوا لايكات للفيديو وبيشكرونا في الكومنتات، واحنا كمان بنقول لهم احنا بنحبكم جدا جدا. انت كمان ممكن تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك لكل الفيديوهات وتكتب لنا اسمك في الكومنتات واحنا نقوله. يلا نقول بسم الله. معانا النهاردة تويز سيتي أبو 10 جنيه، ونفتح أول كيس ونشوف هنكسب إيه. بسم الله هنكسب الزهر. دي حاجة حلوة أوي. آه ده حلق، أنا كسبت الحلق ده قبل كده. أنا عايز أقول لكم إن إحنا في الفيديو ده لما جيت أصور المايك كان فاصل، فأنا قلت إزاي أفوت الفيديو ده من غير ما أسجله. معانا حلق اصفر شكله حلو قوي على فكره، بيقول لي تعالى قرب، بيقول لي تعالى تاني، بيقول لي تعالى تالت. اضغط لايك لو انت لسه بتتفرج على الفيديو، واشترك في القناه عشان نشوف كل جديد. ومعانا اول مكسب حلق شكله حلو كده. احنا معانا حلق، ونفتح كيس تاني من بزياده ب10 جنيه. او كوتشينه، الكوتشينه دي احنا معانا كوتشينه كتيره قوي 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 قوي. ما تاخذنيش يا فندم، انا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا انا هند قوي من النهارده لحد بكره. احنا كده شكلنا هنفتح محل كوتشينات، كتاشي، كاتشونات، اي حاجه. المهم نفتح الكيس التاني بسم الله ونشوف هنطلع ايه من تويز سيتي ابو 10 جنيه. برضو كوتشينه تاني مش مهم، احنا عرفنا احنا هنعمل ايه. كوتشينه دي هنلمها، كل الكوتشينات اللي احنا كسبناها في الفيديوهات اللي فاتت، ونقعد بيها بقى ونبيعها. نبيع، ما احنا فاضيين. كوتشينه اصلا باكتر من 10 جنيه، يعني احنا ممكن نبيعها ب15 جنيه. ماشي مش مهم. افتح يا عم ورينا المكسب التاني. فتح وكسب حلق تاني اصفر. الله الحلق ده شكله جميل قوي على فكره. اتمنى ان احنا بس ما نكسبش منه تاني. هو حلو او كل حاجه بس ما نكسبش منه تاني، عشان كده كفايه اتنين واتنين كوتشينه يعني كتير. يا نهار اسود يا نهار اسود. بس اتمنى ان انت تضغط لايك وتشترك في القناه عشان نشوف كل جديد، ونشوف هنكسب ايه في الكيس ده. كوتشينه تاني يا على الكوتشينه. مش مهم، احنا عرفنا السكه هنبيعهم. مش مهم نبيع. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. هنعمل ايه بالكوتشينه دي كلها؟ احنا معانا 3 كوتشينه اهو، والرابعه هي جايه في الطريق. مش مهم هنبيع. يلا هم فاكريننا بنلعب قمار، واحنا هنضحك عليهم ونبيعهم ب15 جنيه. يلا اتكل على الله. حد كسب قبل كده كوتشينه؟ لو انتوا كسبتوا كوتشينه او كسبتوا اي حاجه من اللي احنا بنكسبها دي، انزلوا قولوا في الكومنتات بتكسبوا ايه. بسم الله ونفتح تويز سيتي من ابو 10 جنيه، وحلق تالت كده. 4 كوتشينه وثلاثه حلق هنبيعهم وهناخد فلوسهم ونجيب كرتونه تاني ونفتحها قدامكم. احنا ما ورناش اي حاجه، انتوا وراكوا حاجه؟ لو وراكوا حاجه قولوا في الكومنتات. وكل واحد ياخد حقه بحق الله بحق الله بحق الله. اخر كيس معايا من تويز سيتي ب10 جنيه بزياده، هنكسب عربيه. وكسرنا النحس الحمد لله، كسرنا النحس. 4 كوتشينه 3 حلقه اصفر، ومعانا دلوقتي عربيه. العربيه دي على فكره انا معايا كتير، احب اقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك، وقولوا في الكومنتات بتحبوا العاب ايه من تويز سيتي، وانا هعمل لكم حلقه كامله من الالعاب اللي احنا كسبناها في تويز سيتي. بس ما تنساش اللايك والكومنت وتشترك في القناه، ومع السلامه.